بعد أن أجلت مرتين استؤنفت المحاكمة التي تخضع لها رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو بتهمة تجاوز السلطة وسط أجواء غلب عليها التوتر والعنف، حيث قام القاضي بطرد أحد أعضاء حزب تيموشينكو فردت عليه هذه الأخيرة بأن وصفته بأنه وحش متسلط، كما طالبت وسائل الأعلام بتصوير ما يحدث كي يطلع عليه الرأي العام. تعليقات تيموشينكو لم ترق للقاضي الذي طالب الجميع بمغادرة قاعة المحكمة، وأمام رفضهم قرر هو المغادرة دون أن يتم إكمال وقائع الجلسة. تيموشينكو متهم بتجاوز السلطات المخولة لها لدى رئاستها للحكومة عام 2009 عندما سمحت بإمضاء عقود لاستيراد الغاز الروسي بأسعار وصفت بالباهظة، وذلك دون الحصول على إذن الحكومة.